مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياها. كنا قد وعدناكم في الأسبوع الماضي أن الحلقة هي استكمال لما قد بدأناه في الحلقة الماضية عن حرب أكتوبر وانتصارات شهر أكتوبر، لكن نظرا لما يمر بنا الآن في محافظة الإسكندرية من خطر يمر بالإسكندرية الآن، وهو ظهور مرض خطير جدا وهو الالتهاب السحائي، وهذا يمثل أمن قومي. دعوني أرحب أولا بضيوفي الكرام، الأستاذ الدكتور عزة أحمد مصطفى، أستاذ طب الأطفال بجامعة الإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ مروان. وطبعا الأستاذة جودي إيهاب. أهلا وسهلا يا جودي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وطبعا برحب بالأستاذة الدكتورة إيمان سلام. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك مروان. النهاردة يعني الحلقة مهمة جدا جدا جدا، والالتهاب السحائي. اتفضلي يا دكتور. النهاردة أنا طالعة مش الدكتورة إيمان سلام، دكتورة الجامعة، مش الدكتورة إيمان سلام المتطوعة في جمعية إنقاذ وماسكة الملف الطبي فيها. النهاردة أنا طالعة أم جودي. يعني فضل اللي احنا من 28 رمضان 2/6 كانت بداية جودي مع تجربة الالتهاب السحائي. الحمد لله رب العالمين، ربنا شفاها وأدين للفضل بالفضل فضل شفاها لله سبحانه وتعالى، ثم لجمعية إنقاذ حياة الطفل. يمكن لو الواحد ما بقالوش سنين في المجال الطبي ولا ليه علاقات مع وشاف حالات كتير وبقى ليه خبرة نوعا ما معقولة إن في حاجة كده مش طبيعية، ما كنتش قدرت بفضل الله أعدي بالبنت. أشكر كمان دكتورة عزة، إحنا تعرفنا على بعض من خلال سلمة، وأشكر سلمة كمان اللي كانت معانا الأسبوع اللي قبل اللي فات، لأن سلمة كانت محجوزة في العناية المركزة بتاعة الشاطبي. في التوقيت دوت أنا تعرفت على دكتورة عزة وابتدينا نمد العناية هناك بتبرعات. من وقتها وإحنا نوعا ما كل فترة بنتصل ببعض، العناية محتاجة إيه مش محتاجة إيه، لحد ما جودي تعبت كلمتها قلت لها انا عندي 1 2 3 في الاعراض. جودي هتقول الاعراض اللي حست بيها، يعني انا مش هقول الجزئيه دي، هسيبها ليها عشان هي تقدر توصف كويس ايه اللي حست بيه، والناس والامهات اللي موجودين معانا يتنوروا كده امتى يحسوا بالخطر. ورحت لها قالت لي هاتيها لي على البيت فورا لما حست ان في حاجه مش مظبوطه. تمام. الحلقه النهارده توعيه، الحلقه النهارده بندعو للثبات الانفعالي عشان نقدر نعدي باولادنا، الحلقه النهارده نوع من الامن القومي زي ما الاستاذ مروان قال، لانها صحه اولادنا. احنا عندنا ذعر في اسكندريه، الذعر ده طول ما هو موجود احنا كده مش هنعدي. طول ما انت ثابته وطول ما انت قادره تتصرفي وطول ما انت بترجعي لحد بيفهم او طبيب شاطر بابنك او بنتك هتقدري بامر الله بامر الله تعدي. طيب أنا عايز أروح للدكتورة عزة على طول، يعني عايز أسأل حضرتك سؤال واضح. دكتورة عزة، إيه هو الالتهاب السحائي؟ وهل هو وباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً الالتهاب السحائي أو الحمى الشوكية، هو ده اسمين الناس فاكرة إن هو ده مرض وده مرض، لا هما نفس المسمى لنفس المرض. عبارة عن التهاب في الغشية المغلفة للمخ والحبل الشوكي اللي هو موجود في الفقرات في العمود الفقري من ورا، وطبعا في السائل اللي موجود فيه السي اس اف. الالتهاب ده ممكن يكون بكتيري، ممكن يكون فيروسي، ممكن يكون فطري، لكن اشهرهم الالتهاب الفيروسي. بيجي منين الالتهاب ده؟ بيوصل عن طريق الرذاذ، يعني مواجهة مباشرة، يعني مش عن طريق أوضة مثلا فيها فضية. واحد أوضة فيها دخل فيها واحد عنده التهاب سحائي وخرج يبقى كل اللي هيدخل أوضة هيتعدي، لا ده أنا لازم رذاذ مباشر. يعني أنا بتكلم مثلا الاحتكاك، الاحتكاك المباشر، يعني أنا بتكلم كحيت، عطست في وش حد، احتضان، قبلات، الحاجات اللعاب، الإفرازات المخاطية دي. يبقى ده في حد حام، يعني الفيروس ده له حامل، له مش موجود في الجو، لا مش موجود. طيب. في الجو كده ده لازم يكون يا الانسان حامل يا اما مريض، لان في ناس بتبقى حامل للفيروس حامل او حامل للمرض دي. يا جماعه في الجهاز التنفسي بتاعها
ممكن تنقله، هي مش مصابه بيه لكن ممكن تنقله، وطبعا لو مريض طبعا موجود في جهازه التنفسي وينقله. طبعا ده بيوصل عشان عن طريق الجهاز التنفسي بيوصل للدوره الدمويه ويوصل للغشاء المغلف للمخ والحبل الشوكي ويعمل المرض. طبعا الاستاذ مروان سالني هل هو ده وباء؟ هو ده مرض معدي. الوباء عباره عن انتشار المرض معدي، واتيفر المرض المعدي مهما كان المرض المعدي ده ايه، انفلونزا مثلا او حمى شوكيه، انتشارها في وسط معين بوبوليشن معينه يعني في وقت قصير بمعدل اعلى من المعدل اللي هي موجوده فيه عاده. يعني مثلا حالات الحمى الشوكيه بتظهر عندنا كل كام شهر حاله مع تغيير الفصول، مع ممكن مع تغيير الفصول ممكن لوحدها كده بتظهر. فانا لو في فتره معينه اقصر من شهر اسبوعين اقل من اسبوعين ظهر عدد حالات اكتر من المعدل الطبيعي ده بقى وباء. انما كلمه التهاب سحائي نفسها ده مرض معدي، مش معنى ان انا بقول ده عندها التهاب سحائي يبقى فيه وباء. طيب مع جودي في الفصل بتاعها كان في بنوته قبليها بشهرين كانت لسه الدراسه شغاله، برضو حصل لها سخونية وقعدت 3 أيام، اتعالجت في البداية على إنه برد، على اليوم الثالث ابتدى يحصل تشنجات في المدرسة، البنت حصل لها تشنجات، اتنقلت على العناية المركزة 14 يوم وللأسف ما عدتش. تمام؟ نفس الكلاس أو نفس الفصل اللي كان فيه جودي أنا لقيت جودي بعديها بشهرين عندها نفس المشكله، مش عدوى من زميلتها طبعا، هي مش عدوى، انا عارفه ان شهرين يعني دول مش كفايه، لكن شهرين دي فتره اطول بكتير يعني. من أيوه. الفتره بس اللي هي فتره الحضانه بتاعه المرض. طيب نفسر بايه ده، وخصوصا ان البنتين موجودين في نفس المكان في نفس الديسك تقريبا. مش وباء، هو مش الوباء كلمه وباء يعني مرض معدي انتشر في فتره اقل من اسبوعين في بيئه معينه جمهور معين. تمام. في فتره اقل من اسبوعين اعلى من المعدل اللي هو بيبقى موجود فيه عاده. طب اللي حاصل دلوقتي يعني انا من 5 شهور كان جودي وقبلها بشهرين زميلتها الله يرحمها، حاليا ادي في بدايه زي ما يكون موجه جديده. لازم نبقى عارفين وزاره الصحه هي اللي تقول لنا معدل. يعني قبل الهوا في اتصال جاني ان في حاله بعض الاعراض في مستشفى الشاطبي. انا معاك يا استاذ مروان، هو بس ايه انا ما اقدرش اقول لك المعدل الطبيعي للحمى الشوكيه في مصر في قد ايه في الوقت ده، لا وزاره الصحه لان احنا بنعمل لها نوتيفيكيشن. يعني لما تجيلي حاله في الشاطبي حمى شوكيه وتتشخص حمى شوكيه لازم ابعت لوزاره الصحه اقول لها في عندي الطفل الفلاني اتظهر، مستشفى وينجت، مستشفى شرق المدينه، مستشفى اي مستشفى من مستشفيات عام او خاص، جامعه او حكومه، اول ما تظهر فيها حاله لازم تبلغ وزاره الصحه وهي اللي تعمل التعداد. بص يا دكتوره عزه يعني خلينا ايه، وزاره الصحه بتنفي خلاص، بس احنا عندنا نتورك، انا عندي شبكه علاقات، انا شبكه علاقات ما بتنفيش خلاص. متوكد. التجربه الشخصيه يعني معلش انا يوم ما جال جودي كنت مستغربه، زميلتها كنت التجربه الشخصيه ما بتنفيش كده، الريت عالي، معدل ظهور المرض وحتى في الليفل اللي هو يعني في اعتناء بالطفل والنظافه، في اعتناء بالطفل والنظافه يا دكتوره ايمان، بس في تجمع، ما هو ده المرض بتاع الجمهره، بتاع التجمع، بتاع الزحمه، هو مرض الزحمه. احنا زمان ما كناش بنطعم الحمى الشوكيه الا لو انا مسافر حج، لو انا مسافر عمره رايح في حته هيبقى فيها الازدحام. زحمه، مرض الازدحام ده، لان هو بينتقل مباشر، رذاذ مباشر. رايح في بلد معروف عنها ان هو ده متوطن فيها مثلا في الصحراء الافريقيه ولا حاجه، غير كده ما كانش بيتطعم روتينيا. برضه زمان يعني زمان بالنسبه لي انا في السنين اللي فاتت من زمان قوي ما كانش ده ظاهر، ما شفتوش على الاطفال. لاحظي ان انا جمعيه طبيه لرعايه الاطفال المرضى، يعني دايما بيجي لي حالات، لو جات لي حاله التهاب سحائي دي بتبقى مثلا ايه كل كام شهر حاله، حتى بنعالجها في الخاص عشان نضمن ان احنا نحاوط الفيروس بتاعي. المرض ده ما بيرحمش، وزين ساعات الدنيا بتبوظ، ده اللي بيجي لحضرتك. لكن احنا كدكاتره من ايام ما كنا نواب لازم كل واحد فينا شاف له عده حالات حمى شوكيه وهو نايب، واحنا مدرسين مساعدين، واحنا مدرسين خلال قد ايه؟ ما هو خلال قد ايه يعني مش كل يوم هتجيلي حاله حمى شوكيه والا هنقول ده وباء. لكن على مدار ال3 سنين النيابه عدى على الواحد مثلا اكتر من 5 6 حالات حمى شوكيه على النايب الواحد، وعلى في كذا نايب في المستشفى. يعني انا قصدي ايه اللي يقدر يقول ده وباء ولا لا، وزاره الصحه لما يوصل لها تعداد في اسبوعين او اقل من اسبوعين
في المنطقة دي اسكندرية مثلا مكان معدل ظهور الحالات الحمى الشوكية بتظهر، معدل ظهورها في الوقت ده كان كذا، بقينا كذا، ده بقى وباء. في منطقة المنظرة في اسكندرية امبارح كان في 4 حالات التهاب سحائي. ده مؤكد بتشخيص بمزرعه، يعني انت فاهم حضرتك، ببذل نخاع، ببذل نخاع معمول له مزرعه او معمول له بي ار مثلا متشخص بيها الميكروب الفلاني عمل يعني، ولا مجرد شك؟ لان احنا عاده هو لحد دلوقتي شكوك، بس ما هو هقول لحضرتك احنا الشك دايما بيفسر لمصلحه المريض. تمام. يعني انا لما اشك في العيان ده ان حمى شوكيه لازم هعمل له التحاليل وهوصل لبذل النخاع عشان اتاكد، ولو طلع سليم يبقى خير وبركه، يا دار ما دخلك شر. لكن لو انا ما شكتش واهملته وعالجته على انه نزلت برد وبعد كده طلع حمى شوكيه، يبقى العيان فقد حياته بالمنظر زي جودي. ده جودي لما اخدتها يوميها دكتوره عزه قالت لي اجري بيها على المستشفى، دخلت رحت بيها الوطنيه، طلبت بي سي، طلبنا ايه، سي ار بي التهاب في الدم، سي بي سي صوره الدم كامله. خلاص النتائج التحاليل اللي ظهرت قالت ان ما فيش حاجه، لكن الاعراض كانت لازم تحترم، ان البنت عندها اعراض بتقول في التهاب، فرحت مدخلاها تعمل بذل نخاع، دخلتها عمليات على طول تعمل بذل نخاع، طلع بوزيتيف، طلع ايجابي فيه، وده ما يفسر ان البنت بفضل الله بفضل الله اتشخصت في اول ساعات، بحيث ان هو ما لحقش يعلى في الدم بالقدر الكافي ان هو يقدر يأذيها. ده نتيجة لان حضرتك استعجلت واتصلت بالدكتور عز على طول في الحالة. ما هو التشخيص السريع ده اهم حاجة، يمكن زميلتها السبب كان التأخير في التشخيص. طيب انا عايز اروح لجودي. جودي ايه اللي حصل معاكي من يعني انت صحيت الصبح لقيتي نفسك يعني تعبانه، ايه اللي حصل؟ احكي لنا ايه اللي حصل معاكي؟ هاي انا قمت الصبح كان عندي صداع خفيف كده عادي، يعني قلت عشان لسه صاحيه من النوم كده، دخلت تواليت واخدت شاور، طلعت بقى جيت ابص في النور، يعني انا مش متحكمه في نفسي، انا بعمل كده لوحدي مش قادره تبص في النور. ومثلا ايه، حتى مثلا اجي ابص مثلا للمرايه عشان هي بتعمل ريفلكتنج للنور عليا، اعمل ايدي تعمل كده، فماما قالت لي ان ده من النضاره بتاعتك ما لابستهاش. انا قلت لها طيب ماما البسي نضارتك، انت عندك صداع من النضاره. تمام. بعديها رحت التمرين، بس كان صداع تقيل، يعني انا لاحظت ان كان الصداع تقيل وضغط على عينيها. كانت عيني مقفوله كده وانها ورمه شويه. رحت التمرين، يعني الكابتن لاحظ عليا ان انا همدانه، يعني مش قادره، وشي كان مبقع كده اصفر، يعني وشي كان اصفر. تمام. وكان ساعتها في رمضان وكنت صايمه. تمام. جا بعديها الكابتن قال لي مالك، قلت له لا ما فيش حاجه، مع اني كنت تعبانه وقلت ما فيش حاجه. عادي يعني. تمام. تعب عادي ممكن من اثر الصيام وكده. جيت بعديها خلصت تمرين، الكابتن مشاني في نص التمرين، كنتش قادره، خلصت تمرين دخلت اغير في الفستيار، كنت حاسه ان انا بموت اساسا، يعني كنت بتشاهد بجد، قعدت على الارض وسندت ظهري على الحيطه اللي ورا، سندت ظهري كده وكنتش قادره البس. ما كنتش لاقي شرابي اساسا، ما قدرتش ادور على حاجه، رحت لابسه الكوتشي كده. تمام. وطلعت قعدت على الكرسي بره بكلم مامي وانا بعيط، بقول لها ايه تعالي خديني، فهي مش تحسبني، خلصت. تمام. ما كملتش المكالمة، التليفون اعصابي ثابت، راح التليفون وقع مني في الارض. وقع منك في الارض، يعني هي مش قادره تتحكم في اعصاب ايديها وتمسك التليفون. بعديها جت واحده صاحبتي جابت لي التليفون من الارض ورنت على مامي وحطته لي على وداني. تمام. وبعد كنت قاعده اعيط، مامي مش تحسبني، خلصت. فبعد ما عرفت ان انا خلصت يعني بعتت لي ناس وكده، رحت وقفت جنب السينك، جنب الحوت، جنب الحوت. رحت وقفت جنبه ورجعت، بس انا كنت صايمه وما كانش في حاجه في بطني، فرجعت حاجه اصفر. اصفرت البطن، اصفرت المعده. وكمان انا في رمضان ما كنتش باكل، كان بطني فيها مشكله. تمام. بعديها حسيت ان انا دايخه ورحت وقعت كده، وحسيت ان انا مش قادره امسك نفسي. طيب هرجع للدكتوره عزه. دكتوره عزه، عايز حضرتك يعني يعني عايز اعراض المرض ده، يعني حكت جودي حكت بعض اللي حست بيه، عايز من حضرتك التوصيف الطبي للاعراض.
بالظبط كده، هو اسمها الحمى الشوكيه، التهاب صحائي او حمى الشوكيه، فدايما فيها حمى، يعني لازم فيها ارتفاع في درجه الحراره. ارتفاع في درجه الحراره وصداع. طب احنا هنقول اي ارتفاع في درجه الحراره من اي مرض تاني بيعمل صداع. تمام. بس الصداع بتاع الحمى الشوكيه بيبقى مختلف، بيبقى زياده عن الطبيعي، بيبقى شديد قوي. حمى. يعني لا، يعني الحمى العاديه لو عندي انفلونزا سخونيه هتعمل لي صداع، لو انا عندي التهاب في حلقي سخونيه هتعمل لي صداع، لكن الصداع بتاع الحمى الشوكيه بيبقى شديد قوي في الدماغ كله، بيزيد معايا لو ما حرك راسي، وبالذات لو جاي احرك راسي لقدام كده بيزيد جامد جدا، بيبقى معايا الفوتوفوبيا او اللي هي حكت عنه ووصفته بدقه ان هي مش قادره تبص في النور، ده اللي هو ايه يعني مش قادره افتح عينيا في النور، ده بيسموها اللي هو فوتوفوبيا او خوف من الضوء، مش قادره افتح عيني. دي حاجه مهمه برده من الاعراض اللي بتبقى موجوده في الحمى الشوكيه، القيء، وممكن يبقى قيء مستمر، ده احد الاعراض. ممكن بقى ايه الهمدان الغير طبيعي، الام في الاطراف، ده برده غير طبيعي. بعض امراض بعض انواع البكتيريا اللي بتعمل حمى الشوكيه بيبقى معاها طفح جلدي، اللي هي الحمى الشوكيه اللي هي بتاعه النيسيريا مننجيتيدس، البكتيريا اللي اسمها النيسيريا مننجيتيدس بتعملها، بيبقى فيه بقع حمراء ممكن نقط، وممكن تبقى عامله زي الكدمات كده محمره ومنتشره على الجسم كله. واهم حاجه بقى يعني مهمه جدا اللي هي تيبس في الرقبه، بيبقى في مكان معاك تيبس في الرقبه، الم شديد في الرقبه وتيبس في الرقبه لدرجه ان المريض ما يقدرش يحرك راسه ويجيب درش يجيب دقنه على صدره. هل كان في عندك حاجه زي كده حبيبتي؟ انا كنت حاسه ان مثلا حد رابط خيط هنا وواقف ورا وشادد رقبتي لتحت. ايوه، وحاسه ان رجلي مربوطه من تحت ومشدوده لورا، الاطراف والرقبه. بالظبط كده، دي من اهم الاعراض. يعني انا لو جت طفل قالت لي بيرجع سخن صداع، انا طبعا لازم في الاعراض دي هفحصه كله، هشك في حمى الشوكيه وهعمل الاختبار بتاع الحمى الشوكيه. بس لو في تيبس في الرقبه، يعني احنا بنفحص المريض وهو داخل من باب العياده، من اول ما اشوفه طريقه مشيته بتاع الحمى الشوكيه بيبقى ماشي عامل كده، مودي راسه لورا وماشي متشنج كده. رقبته متشنجه بالظبط، ده اللي حصل مع جودي. شخصنا على باب من على باب الشقه، شخص دي قالت لي دي كذا، كنت حاسه ان ظهري فعصه بالظبط، بيبقى الام في الظهر والام في الرقبه وارتجاع كده، الطفل بيبقى قاعد حتى ما يقدرش يقعد كده عادي، ولا يقدر يعمل كده، ولا يوطي راسه كده، لا بيبقى قاعد كده. قعدت هي قدامي على الكنبه، لقيتها قاعده عامله كده، يا ريت الكاميرا وعامله كده جودي وهي قاعده كده، بيبقى الطفل مش ما يقدرش يقعد عادي كده ويتني راسه لقدام، ولا دي كانت قعدتك وانت دي كانت قاعده كده، اول ما قعدت قدامي على الكنبه قعدت عملت كده وسندق ايديها كده، دي خلاص دي بالنسبه لي دي حمى شوكيه. طبعا نمتها وعملت بقيه الفحص، شفت الرقبه ازاي يعني الحركه بتاعتها كانت مؤلمه جدا وراجعه لورا، وبقيه الفحص الثاني بتاع الرجلين طبعا كان صوره واضحه ما فيهاش هزار، ويعني اتطورت تطور سريع، يعني من اول النهار على اخر النهار كانت صوره طبق الاصل الموجود في الكتب المراجع. يعني 8-9 ساعات الصداع ده كان حوالي 9 الصبح على الساعه 8 بالليل تقريبا، بعد 10 ساعات او 11 ساعه كانت جودي وصلت ان هي مش قادره، ماشيه بالعافيه، بتمشي بس بالعافيه بالظبط كده. رقبتها عاطيه لورا، رجعت مرتين، بس خلي بالك هي معايا ما كانتش سخنه السخونيه اللي تلفت النظر، كل ده ما خدتش بالي طبعا. لفت نظري معاها كمان، مامي انا عايزه اروح الحمام سنديني، فسنت. طيب مامي شطفيني، لا في كده حاجه غريبه، مامي ظهري على المغرب ظهري وجعني. ساعتها بقى كلمت دكتوره عزه، قلت لها انا عندي ترند كده غريب، 1-2 من الصبح كذا، الظهر كذا، المغرب كذا، قالت لي هاتيها لي. ما انا كان ما كنتش اقدر بعد ما تقولي لي التطور ده ان انا ما افحصهاش في ساعتها، لان دي لو قعدت لو قلت لك بكره هاتيها لي العياده كان هيبقى حاجه تانية خالص. السرعه في التشخيص سرعه التشخيص جدا جدا جدا، ان يعني ناخد قرار فوري، والحمد لله بفضل الله عرفتي تعملي يعني معجزه في ان وصلنا. عملتي انا قلت لك تروح تعمل سي بي سي وسي ار بي وتعمل اشعه مقطعيه عشان لما تطلع نتيجه السي بي سي وسي ار بي ونلاقينا نشك في الالتهاب سحائي نقدر نعمل بذل النخاع واحنا مطمنين ان مفيش زياده في ضغط المخ. راحت عملت سي تي وعملت ام ار اي وخدتهم بسرعه وجريت على المستشفى. سي تي مقطعيه، ام ار اي رنين مغناطيسي على المخ، يعني انا هو المفروض الطلب سي تي مقطعيه على المخ. هو يوميها كنا بعد المغرب كانت بدايه التراويح،
و28 رمضان يعني حتى انا قلت احنا عارفه طواحين الهوا يعني ما فيش اكيد مش هيبقى في حد. المهم رحت على الوطنيه طلبت التحاليل مستشفى الوطنيه. انا هسترس شويه او هضغط شويه على الحته دي عشان الناس تبقى فاهمه. وانت داخله المستشفى الابر هاند او الايد العليا بتاعتك بس لازم تبقي فاهمه، ولو بالزبط. مش فاهمه ارجعي لدكتور فاهم وثقه تمام، لان انا جودي بذل النخاع بتاعها كان هيتاجل لتاني يوم الساعه 10 الصبح انا رفضت. خلي بالك انا جودي كمان انا اللي عزلتها، هي اشتباه التهاب سحائي، رحت انا حطها في اوضه في الطوارئ والاوضه اللي قبليها والاوضه اللي بعديها ما حدش يدخل فيها تمام، عزل لمصلحه المرضى نفسه مصلحه المرضى. يوميها انا هلفت نظر بس كده الحاجات، يوميها بعد التحاليل قال لك احنا هنحجز. طب نحجز التامين، دفعت التامين. طب البيانات، قلت له ما عنديش بيانات، انا هاخد بنتي دلوقتي والله كده في الريسبشن، قلت له ما عنديش بيانات، انت مش ليك الفلوس، انا انت تطلع لي نتيجه التحليل بتاعتي قبل ما انا اعمل لها المقطعيه بتاعه المخ واعمل لها الرنين. رحت على المستشفى عملت الاثنين واخدت وقلت لهم، انا بينت ان الحاله ما ينفعش مستعجله، اخدت النتائج في نفس التوقيت نفس الليله كانت نتائج التحاليل طلعت. نتائج التحليل طلعت بلغوني بالتليفون اللي كانوا مستنيين هشام واسماء، لا ده نيجاتيف الحمد لله ومش عارفه ما فيش حاجه. قلت لهم لا اعراض البنت، فاكره ما قلت لك كلام دكتور عزه، قالت لي الاعراض اعراض التهاب سحائي، وفعلا هي البنت مش طبيعيه ما بتمشيش، مفيش حد عنده برد مش ما يوصلش المرحله دي. رحت قررت بقى بذل نخاع. طيب في دكتور، كلمت دكتور عزه قلت لها انا عايزه احسن دكتور يدخل يعمل لي القصه دي، لان الغلطه في الظهر بجول مش اي حد هيدخل. فقالت لي دكتور شريف الهادي، قدرا والحمد لله رب العالمين هو كان موجود في المستشفى، فدخلتها في توقيتها عمليات، بانت النتيجه بتاعت السي اف سي اس اف او بذل النخاع في حوالي ساعتين. على الساعة 12 واحدة بالليل يوم الحد 2/6 كانت جودي معلقة أول جرعة أنتي بيوتك أو مضادات حيوية، كانت بتاخد في اليوم حوالي 9 جرام مضادات. طيب هرجع الحتة دي مع حضرتك، يعني دكتورة إيمان في 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 الفقرة دي عايز من حضرتك إن أنت ما تكونيش مقدمة برنامج، أنا عايز حضرتك تكوني أم. إيه شعور حضرتك وأنت بنتك يعني مريضة بهذا المرض؟ تصدق بالله؟ لا إله إلا الله. ثبات انفعالي. أيوه. إحنا لازم نركز. تمام. ما نتوترش. ما نحسسش الطفل إن دي خلاص إحنا في ديد بوينت أو الدنيا باظت، ما ينفعش، عشان نفسياً هو أصلاً الطفل في الفترة دي، يعني علاج العلاج فترة علاج من 14 ل 21 يوم، بيمر بكانيولات وحليل وساعات الأنتي بايوتكس أو المضادات الحيوية بتحرق الوريد، هو بيمر أوريدي فترة صعبة، فأنا دوري بقى إن أنا أديله الاستقرار النفسي وأنا لازم أكون مستقرة نفسياً. في الأول وفي الآخر إحنا بإيد ربنا. وفي الاول وفي الاخر مفيش حاجه هتحصل فينا غير وربنا كاتبها، انا كل دوري ان انا بسعى وبعمل اللي عليا وبس كده، والنتائج على الله سبحانه وتعالى، فلازم ابقى ثابته. اوقات كنت بضعف، لكن في البدايه انا اول يومين ثبات لحد ما اشوف الدنيا هتمشي ازاي، بعد كده ابتديت الدنيا الجسم ابتدى يستجيب، البنت حالتها الجسمانيه ابتدت تبقى افضل، اطمنت ان احنا ماشيين صح. في التوقيت ده كان المفروض في مزرعه بتتعمل، بس المزرعه بتظهر بعد اسبوع عشان تبين لي نوع الفيروس ايه، تمام؟ فكنا بنتعامل مع البنت على ان هي ممكن تكون معديه. وبالتالي انا عزلتها تماما، حتى الرد على التليفونات ما كانش موجود، اعتقد دكتور عزه بقى تقول حته العزل دي. هي العزل طبعا مهمه لان المريض معدي عن طريق زي ما اتفقنا الرذاذ، اللعاب، العطس، الكحه، فلازم يبقى احنا بنمنع ساعتها حتى الزوار والدكاتره اللي بيدخلوا له والتمريض والمرافق معاه لازم يكون لابس الماسك علشان يعني ما ياخدش منه العدوى، يعني عبال ما تعدي فتره يومين ثلاثه من العلاج عبال ما يبقى لحد كبير ما هوش معدي، وعبال ما نعرف برضو نتيجه المزرعه ايه. طبعا المزارع احنا بنعملها للبكتيريا مش للفيروس، يعني البكتيريا هي اللي بتقعد حوالي 72 ساعه عبال ما يطلع نتيجه المزرعه بتاعتها. مهم جدا في الفتره دي طبعا ان الكونتاكت او اللي هم المرافقين بياخدوا العلاج الوقائي، اللي هم المرافقين اللي هي مامتها، مفروض زملائها في الفصل، السواق اللي بيوديها، اللي مثلا اللي كانوا بيلعبوا معاها في التمرين، اللي هم مرافقينها في البيت لو كانت في مساعده في البيت، اللي هم المرافقين ليها اللي هم قريبين جدا جدا من نفسها، دول لازم ياخدوا العلاج الوقائي
وانا كنت كتبت للدكتور ايمان عليه حبايه سيبروفلوكساسين 500 للكبار. طبعا الاطفال الوضع مختلف، يعني الاطفال بندي الشراب اللي هو الريماكتان 10 ملي جرام لكل كيلو صبح وبالليل يومين، او ممكن ادي حقنه واحده سيفترياكسون مره واحده وقايه يعني. بمناسبه الاطفال الكبار، المرض ده للاطفال بس ولا للكبار ايضا؟ لا طبعا ده مرض اطفال وكبار. والفرق ما بين الاطفال والكبار ان كل سن بيبقى له ميكروب اكتر فيه، يعني في الاطفال مثلا حديث الولاده عرضه اكتر للميكروب اللي هو البيتا ستريبتوكوكاي، الايكولاي، الاستيريا مونوسايتوجينيز، دول اللي في حديث الولاده دول بيسببوا برضه التهاب سحائي، بس الميكروبات دي هي اكتر ميكروبات بتسبب. في الاطفال بقى لغايه 5 سنين بيبقى الهيموفيلس انفلونزا، وجيب فضل الله الحمد لله رب العالمين اطفالنا دلوقتي بيطعموها من عمر 2 أو 4 أو 6 في الحكومه يعني. في بقى المكورات الرئويه، ودي لسه لغايه دلوقتي مش اجباريه، لكن كتير من الناس احنا بنعرضها عليهم في العيادات. خلي بالكم في المكورات الرئويه لو حبيتوا، اللي بيحب يطعم ابنه برده من 2 أو 4 أو 6 شهور وجرعه منشطه من سنه ل 15 شهر. وفي طبعا الميكروب اللي هو السحائي او اللي هي نيسيريا مننجيتيس، دي الحقيقه بقى ايه بيطعموا بس الاطفال ليها اجباري في المدارس على كي جي 1 وجريد 1 يعني في سنه اولى وحضانه واولى ابتدائي، بعد كده اعتقد بيدوها في سنه سته كمان يعني. احنا عندنا في جريد 6 مش بناخد، هما ادوا السنه دي ادوا 2 4 بس، جريد 2 جريد 4 ثانيه. المفروض العالم كله بالذات البلاد اللي هي ديفلوبينج كانترز يعني زينا، المفروض ان هو في تطعيم جديد. الاول التطعيم القديم اللي كان بيتعطى من سن 2 فما فوق، لكن في تطعيم جديد دلوقتي رباعي بيتعطى من سن 9 شهور، وفي نوع بيتعطى من 2 شهر بس، اتليست على الاقل في تطعيم بيتعطى من 9 شهور، بتاع 9 شهور وسنه جرعه منشطه، وبعد كده على 6 سنين جرعه، وعلى 11 سنه جرعه. طيب بمناسبه التطعيمات انا عندي سؤالين. في تطعيم حاليا جديد طالع في التوقيت اللي احنا فيه دوت، تمام؟ هل ده فعال فعلا؟ يعني ده كان سؤال ناس كتير. هو موجود من يعني قبلها فتره قصيره، يعني بدا يتوفر في الجمهوريه العربيه المتحده، يعني في جمهوريتنا يعني مصريا في مصر. ده الرباعي ده تو ما توفر، المفروض ان يعني الاطفال اللي يقدر من اهاليهم من 9 شهور من سن لحد 9 شهور وسنه، ده اول حاجه. ده اللي هو لو هيمشي على الجدول العالمي الدبليو اتش او، يعني جدول منظمه الصحه العالميه. طب هو ما خدوش وهو عنده 2 سنين، ياخد جرعه وياخد جرعه ثانيه على 6 سنين وجرعه على 11، يعني طب هو ما خدوش مثلا عندها 11 سنه وما خدتش قبل كده، تاخد على الاقل الجرعه اللي هي بتاعت 11 سنه. يعني كل ما الطفل يكبر اكبر من كده اكبر من كده بقى مش لازم، الا لو في وباء ناخد كلنا. انما احنا بنكون بنديه لواحد رايح في حته زحمه، رايح يحج، رايح عمره. ما هو احنا دلوقتي عندنا مدارس وعندنا ظهور حالات واعراض، تمام؟ فحته الامان يبقى كله الامان طبعا. لو كل الاعمار، لو احنا وزاره الصحه قالت لنا الحالات دي ازيد من المعدل في الوقت ده وده فيه وباء، يبقى كل الاعمار تتطعم، ده صالح لكل الاعمار بغض النظر عن وزاره الصحه. انا الـ 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 يعني افضل ان اللي تحت ايده او يقدر ياخد التطعيم يقدر ياخده، لان هو غالي الحقيقه. يعني هو كان قبل الهوجه دي كده ب 450، وفي انا سمعت من الاهالي ان هو غالي شويه في الفتره دي. بمناسبه يعني التطعيم غالي، عايز ارجع للدكتور ايمان واسالها المرض ده. طيب انا بس عايزه يعني برضو اضغط على الحته دي او اوضحها. احنا ممكن نطعم دلوقتي في كل الاعمار، ممكن نطعم دلوقتي، ولو في وباء لازم نطعم دلوقتي، والتطعيم اثناء الوباء لا يؤدي الى زياده التعرض للمرض بسبب التطعيم ده لا يحتوي على الميكروب الحي. التطعيم ده يحتوي على جزيئات من الجدار بتاع الميكروب، جدار الميكروب جزيئات، بحيث ان انا لما تخش دي في جسمي الجهاز المناعي بتاعي يتعرف عليها ويعمل لها اجسام مضاده، يبقى انا كده اقدر ادافع عن نفسي ضد الميكروب لو اتعرضت له. طيب نوضح للناس، يعني انا برضو عشان الناس ما يحصلهاش لبس، التطعيم ضد فيروس ضد الحمد. نوع بكتيريا معين بالزبط. لا ينفي ان الطفل او البني ادم عموما معرض من خلال اي نوع تاني انه يصاب بالالتهاب السحائي او الحمى الشوكيه، صح؟ اللي انا عايز اضيفه حاجه تانيه، يعني انا تطعيم البكتيريا، تطعيم الحمى الشوكيه بتاعه البكتيريا اللي هي من نيسيريا مننجيتيدس دي اللي هي السحائيه، البكتيريا السحائيه
ده في حوالي اربع انواع من حوالي 13 نوع تمام من البكتيريا دي، فانا بيديني وقايه بفضل الله من الانواع دي. انا وانا متطعم ضده، لو انا جالي اتعرضت لنوع فصيله تانية من نفس الميكروب ممكن اخده، ده بالاضافه ان هو بيقي من البكتيريا دي بس، في بكتيريات اخرى الرئويه ما بيقيش منها، الفيروسات ما بيقيش منها، يعني هو بيقي ضد الانواع اللي انا اتطعمت لها بس. فانا لازم اكون واخد المكورات الرئويه، واخد الحمى الشوكيه، واتجنب التجمعات عشان هو ده. انا افضل ان الناس هولد شويه او يعني في البيت شويه الكام يوم الجايين تحسبا. انا يعني انا مش بقول ان في مشاكل، ولكن ممكن يكون في مشاكل، ممكن يبقى في حاجه وقايه خير من العلاج. نوع من الوقايه الناس ايه، خصوصا العلم الثانويه عامه يعني. طيب استاذ حضراتكم نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم مره اخرى في موضوع الالتهاب السحائي او الحمى الشوكيه. يا دكتور ايمان، انا كنت عايز اسال حضرتك، المرض خطير واكيد الحمل المادي كبير، فانا عايز حضرتك تكلمي عن الحمل المادي بالنسبه لحضرتك. اولا احنا في انقاذ لما بيجي لنا اي حاله التهاب سحائي انا بحجزها في خاص، مش بحجزها في عام، بخاف اخد عليها ريسك او اخاطر، لان الفيروس الاتاك بتاعه او خبطاته للمخ ما بتبقى في وقت قصير جدا، ممكن لا قدر الله حاجه من اتنين، يا اما الطفل مش بيعدي، يا اما بيعدي بعاهه لو الحاله اتطورت وما اتلحقتش. الحاجة التانية بنعالج في خاص لأن كمية المضادات الحيوية بتبقى كبيرة، فأنا مش ببقى ضامنة. يعني جودي مثلا كانت بتاخد حوالي 9 جرام في اليوم، يعني أخدت لها حوالي 100 جرام في 14 يوم. فعشان تضمن إن الطفل ياخد كل الكمية ديت ويبقى ماشي بنظام كده وجرعات، لازم تتحط تحت عناية خاصة في مكان خاص. الحمل المادي دي قصة تانية خالص، يعني البطة دي خدت لها في حوالي 14 يوم والله العظيم من حوالي 40,000. انا في البدايه رحت الوطنيه، طبعا اول يوم تحاليل. انا عايزه انوه لحاجه برضو، لما جم يعملوا التحاليل وقال لك خدي التامين، دفعت التامين ومش عارفه ايه وكده، قال لي طب استني لما تتحجز جوه اوضه ونفضي اوضه وبعد كده نسحب التحاليل. قلت له اسحب لي التحاليل ان شاء الله في الشارع على الرصيف، انا عايزه التحاليل دلوقتي، مش فارق معايا اقعد في اوضه اقعد على كرسي، مش فارق معايا. زي ما انت قلت تحليل اليد العليا ليكي انت كأم تقدري تمنجي الدنيا زي ما انت عايزه. بصوا بالبلدي كده، انا داخله بفلوسي فماليش دعوه، اعمل لي حاجتي دلوقتي. طب بطاقتك؟ لا مفيش. ورحت وخدتها ورحت عامله لها الرنين والمقطعيه ورحت راجعه بيها تاني عشان اعمل لها بذل النخاع. دي قصه. خلاص ابتدينا نعلق جرعات. انا كنت بدي جودي كانت تكلفتها يوميا 1600 جنيه والتوتال بقى بالاقامه ومش عارفه ايه 3.5 في اليوم. قدرت اتحمل اسبوع والله، حتى حد من زمايلي جه جاب لي 5000 جنيه، قدرت اتحمل اسبوع الكلام دوت. وبعد كده عشان الواحد ليه علاقات مع دكاتره ومش عارفه ايه وكده، قلت ايه بعد اول اسبوع والحمد لله الحاله ابتدت تستجيب والبنت السخونيه. احنا بنراقب طول فتره المرض السخونيه، العيل لما ما بيسخنش يبقى الجسم بيستجيب. فبعد اسبوع قررت اروح الطلبه ودخلت هناك بوصايه الدنيا. طيب انت قررت تروح الطلبه ليه؟ الحمل المادي انت بتتكلم في 3.5 في اليوم. تمام 3.5 3.5 كتير، مين هيتحمل دوت؟ تمام. فقلت ايه اوفر المصاريف اجيب انا العلاج اتحمل انا بند ال 3.5، ودخلت هناك اوضه بالاجر وهحط خط تحت قصه الطلبه ديت. يعني انا عايز اقول ان مش بس الـ الاسره المتوسطه الحال هي الحمل على، لا برضو في حمل كبير برضو على الاسره الكبيره. لا مفيش حد متوسط دلوقتي، كله تحت كله اول ربنا. المهم رحت الطلبه وقلت لهم انا جايب البروتوكول بتاعي، كان بروتوكول دكتوره عزه، انا عارفه البنت بتعلق ايه، كل جرعه 1.5 تقريبا كان ميرونام، الفانكو كان نص جرام على 4 مرات في اليوم يعني 2 جرام يوميا، والاسايكلوفير ده الانتي فايرال، هي كان عندها فيروس التهاب او عدوى فيروسيه. المهم اول جرعه اتعلقت في الطلبه، انا رايحه بالبروتوكول بتاعي ورايحه بروشتاتها والاشعاعات بتاعتها وتحاليلها ودنيتها، اول جرعه اتعلقت في الطلبه خست النص. ليه؟ فبسال التمريض، يعني بدل ما تعلق
واحد ونص ميرونام علقت واحد الا ربع 750 ملي جرام. فسالت التمريض قالت لي لا اصل الدكتور اللي شاف البنت قال ان لا هي الجرعات دي كتير فاحنا ننزل بيها للنص. قلت لها جرعات ايه اللي كتير؟ دي بنت عندها فيروس على المخ، المفروض الكتاب بيقول ان انا بدخل بكل المضادات اللي اقدر عليها عشان احصر الفيروس ده واقضي عليه. قالت لي لا ده هو كده والعلاج من عندنا. قلت لها مش عايزه العلاج من عندك، انا معايا حقني وحاجتي وعلاجي. علقيها، قالت لي ما اقدرش انفذ غير اللي في الروشتة. في التوقيت ده عملت بقى كام تليفون وحاولت اوصل دكتور عزه، وده مشهد كان هزلي على فكره، حاولت اوصل دكتوره عزه بالدكتور اللي ماسك القسم النفسيه والعصبيه، الاثنين اتخانقوا مع بعض. هو ايه المشكله؟ هو عايز يحط البصمه بتاعته او هو عايز يحط التاتش بتاعه. طب انت تحط التاتش بتاعك على حساب البت؟ مش فاهمه. اتكلم معاه، هي تتكلم معاه، يا عم الحاج الكتاب بيقول انا ما بخت... يعني هي ما بتخترعش، احنا ما بنخترعش، هو الكتاب بيقول ده. لا مفيش، صمم. رحت عامله ايه؟ رحت اخده بعضي ورحت اخده البت، علقنا جزء من الجزء اللي هم قالوا عليه ونفذوه، ورحت قالوا لي حتى لو انت مشيتي من المستشفى هيتعمل لك هروب. والله العظيم انا عايزاكي تحكي الحته دي مع الدكتور، مش عارفه هروب ايه ببتي بقى علينا يعني. رحت رايحه بيها على الوطنيه مره تانية، قلت لهم يا جماعه انا اتعلق لي نص الجرعه، انا عايز اعلق للبنت نص الجرعه التانية، وده كده فات حوالي ساعتين يعني عن الميعاد الطبيعي انها تاخد جرعتها كامله. المهم علقوها لي، وبعدين اتصلت باصحابي. بص بقى يعني عارف افلام عشان تقدر تغطي تكاليف ديت. اتصلت ليا ناس صحابي في مستشفى جراحات المطار، قلت لهم يا جماعه انا دلوقتي المستشفى هنا بتاخد اليوم بيوم ومش عارفه ايه وكده، او كل يومين، فانا عايزه البنت عندها واحد اتنين تلاته، وعايزه انقلها عندكم وهعلق عندكم، بس استنوا عليا في الفلوس شويه. وقد كان. رحت قعدت عندهم حوالي خمس ست ايام تانيين خلاص، وسددت الجزء ده بعديها مثلا بشهر، كان تقريبا حوالي 11000، وانا اللي كنت بجيب العلاج، كنت انا قلت لهم انا لان انا بعرف اجيبه بخصم اقل من سعره بتاع. يعني انت لو كنت العلاج هم اللي بيجيبوه كان هيبقى اغلى. اه طبعا انا كنت بجيب العلاج اقل حوالي مثلا خمس ايام، 11000 في خمس ايام. وبعد كده كان المفروض البنت تيبيكال كده تقعد حوالي من 14 ل 21 يوم، تمام؟ جيت بقى في اخر اربع ايام قلت ايه، خلاص في نوع من الاستقرار عند البنت نوعا ما، انا هعمل الاتي. بقيت رحت طالعه وبقيت اروح المستشفى الوطنيه ثلاث مرات في اليوم، منهم مره في نص الليل الفجر، واحده اتنين على حسب الميعاد، عشان اوفر مصاريف الاقامه وابقى اسمي بدفع علاج بس. انتوا متخيلين الوضع شكله ايه؟ تحت حد المفروض يتحط تحت بند القادر في مرض زي ده؟ يعني ان البني ادم يوفر من 40 ل 50 الف ده، ولسه البنت اصلا لما خلصت كورس العلاج ابتدينا نشتكي ولحد النهارده من المعده. فخدي لفه على دكاتره الجهاز الهضمي، ليه؟ لان كميه المضادات الحيويه اللي دخلت جسمها عاليه كبيره، 100 جرام 100 جرام يا جماعه في 14 15 يوم. على فكره يا دكتوره ايمان، احنا عندنا في مستشفى الشاطبي في العنايه المركزه لو دخلت عندنا حاله حمى شوكيه في العنايه المركزه ما بتتكلفش سعر العلاج. زي ما انت عارفه طبعا انت بتجيب لنا تبرعات، والجامعات اخرى بتجيب لنا تبرعات، وافراد كتير بيجيبوا لنا تبرعات، ادويه ومستلزمات واجهزه وخدمات تمريضيه. قائمه على ايه؟ قائمه على التبرعات. تبرعات. لما رحت الطلبه ايه اللي حصل؟ انا عايزه بجد عايزه المكالمه دي، احنا مش هنسمي بس انا عايزه المكالمه. لا يعني هو يعني ايه طفله مكتوب لها واحد اتنين تلاته هو شايف ان الجرعه دي مش مظبوطه وعايز يدي جرعه على كيفه؟ طب يعني نفترض ان الجرعه اللي هو هيديها غلط، لو هنفترض ان الجرعه اللي هو هيديها غلط هتختلف الحاله طبعا، والبنت ممكن هيختلف طبعا تمام. هيختلف الحاله طبعا. ف يعني كان التصرف السليم انها تطلع، اكيد تطلع من انا هربت واحده يعني الله قال لي هروب كانسان واعي وهي على الخط معايا، هي كانت على الخط معايا في كل طبعا نعمل كذا طب نعمل كذا. هو ده الدور المهم ان تكون الام واعيه. ايوه هي فعلا طبعا دور الام الواعيه ده مهم جدا. تمام يعني. اقروا يا جماعه اقروا، محدش يفتي عشان احنا هنا في مصر عندنا 100 مليون واحد بيفتي. كل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا بخبرتي المفروض ان انا عندي خبره كبيره بقالي 15 سنه بشوف حالات كتير ومش ما فاتتش في البيت، لا كنت كل خطوه بتتصل بيا برجع. مفيش هزار مفيش هزار، ومفيش حاجه اسمها ان انا هجتهد، مفيش حاجه اسمها ان انا اروح للصيدلي يكتب لي مش عارفه ايه، مفيش حاجه اسمها دي دواء سخونه. التوقيت ده بالذات
في مصر اي بدايه عرض للبرد قول ان انا عندي التهاب سحائي وروح للدكتور وقول له شوف القصه دي ايه. ما تسرحوش. اتفضلي كملي. بالمناسبه دي احنا يعني النواب حتى بتوعنا عندهم مقوله لذيذه قوي بتعجبني، يقولوا ايه؟ لما تشك شك، يعني لما تشك ان الحاله دي التهاب سحائي شك واعمل البذل بتاع النخاع وطلع سليم يبقى الحمد لله بفضل العيال، ما طلعش سليم وطلع فيه يبقى احنا انقذنا حياه العيال. انما لما ما اشكش في الحاله واقول اه لا دي شويه برد وعافيه من البذل النخاع ويكون هو حمى شوكيه يبقى انا افقدت العيان حاجات كتير. لو مشينا ولا تحاليل جودي المبدئيه كانت تقول ان في لا يعني، بس هي الحاله يعني لا يمكن كنت افوت التسلسل السريع في الاعراض دي وصولا لتخشب الرقبه وعدم المقدره على المشي، وده كان ناقص فاضل تتشنج، يعني هو ده اللي كان فاضل انها تتشنج. كانش ينفع ان احنا الحمد لله رب العالمين. طب دكتوره عز، عايز اسال حضرتك سؤال. انا سالت حضرتك سؤال في البدايه، قلت حضرتك هو ده وباء ولا لا؟ قلت لي ان وصفتي لي الوباء. طيب اذا لا قدر الله انتشر بقى في وباء، ايه الاجراء المتبع؟ اولا الاجراء المتبع اقول حاجه، اهتم جدا بعلاج الحالات لان هي دي مصدر العدوى. تمام. يبقى انا اركز في علاج الحالات المكتشفه، الحالات المصابه، الحالات المصابه تتعالج تماما على اتم الوجه علشان اقلل مصدر الميكروب سواء بكتيري او فيروسي. تاني حاجه المخالطين زي ما اتفقنا، المخالطين الكبار بياخدوا حبايه السيبروفلوكساسين ال 500، الاطفال بياخدوا الوقائي بتاعهم اللي هو الريباكتان جرعتين يوميا لمده يومين يعني 4 جرعات، او في المقابل حقنه سيفتريكسون مره واحده. وفي نفس الوقت اللي مش متطعم يتطعم. تمام. اللي مش متطعم يتطعم. صحيح التطعيم بياخد حوالي اسبوعين عبال ما يعمل مناعه، لكن هو ما بيضعفش مناعه الجسم. في مقوله كده سمعناها دايره ان لا ما تطعمش اثناء الوباء عشان ده بيضعف مناعه الجسم. لا طبعا، هو لا بيسبب، هو نفسه هو مش الميكروب صاحي ولا ميكروب حتى ميت، ده جزء من جدار الميكروب، فلا بيسبب هو الحمى الشوكيه ولا بيضعف مناعه الجسم اثناء في الفتره بتاعه التطعيم. فانا لازم الحق اخده لان هو بياخد اسبوعين عبال ما يعمل لي المناعه. في هذه الفتره بقى اتجنب التجمع، اتجنب الانتقال المباشر اللي هو عن طريق يعني ابعد بقى ايه عن الاماكن الزحمه، الاماكن المزدحمه. لو في المدارس بقى لو كلهم متطعمين واخدوا المناعه خلاص مفيش مشكله. طيب. يروحوا عادي. طيب جودي، انا عايزه يعني انا دلوقتي عندي طفل كان تعبان وابتدى ياخد العلاج بطل. نعم. اتعاملتي ازاي في فتره العلاج؟ يعني ايه؟ نفسيا. كنا بنعمل ايه؟ بصي، هو انا يعني انا اساسا كنت قاعده مش بعمل حاجه، يعني كنت بقعد على السرير مستشفى مش بعمل حاجه. كنت مثلا ايه، مثلا العصر يقدم اقوم اصلي، مش عارفه ايه يقدم اقوم اصلي. كنت بقعد اتفرج على اليوتيوب عشان انسى اللي انا فيه. والابتلاءات وبالذات مين اصحاب الابتلاءات؟ عشان هي قالت مؤمنين. لي واحنا في المستشفى مؤمنين. قالت لي انا ليه بيحصل لي كده؟ ما شاء الله. انا ليه ربنا يعني بيعمل معايا كده؟ انا مش بعمل حاجه غلط. كان الرد ايه بقى؟ ربنا دايما بيبقى يعني مبتلي المؤمنين وبيعلي ايه؟ مراتبهم في الجنه. في النهايه احنا قدام ظاهره ما نقدرش نتجاهلها، هنتصرف على ان انا عندي مشكله، ظهرت المشكله هتصرف بثبات انفعالي، هتصرف بوعي وادراك. اللي مش قادر يغطي تكاليف حاجه زي كده يتصل بينا في انقاذ، اللي قادر ممكن يروح اي مستشفى خاص، بس اهم حاجه بعيد بقى يعني ياكش تكون بتتعالج في قصر، اهم حاجه يبقى معاك طبيب كويس، طبيب بيعرف يقول الطفل عنده ايه وشكوى الطفل تحترم. يعني ما ينفعش يبقى عندي طفل بيشتكي وانا اغفل، لان البنوته الاولانيه الله يرحمها كان خلاص الوقت خلص، البنوته الاولانيه كانت شكوتها جامده وبرده تم التعامل مع انها برد، فشكوى الطفل تحترم وربنا يحفظ اولادنا جميعا. مشاهدينا الكرام، في نهايه الحلقه بحب اشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وبدعي ربنا عز وجل انه يحفظ ابنائنا ويحفظ بلادنا ويحفظ مصرنا الحبيبه.
مشاهدي الكرام، اتوجه بالشكر الى الاستاذ الدكتور عزه احمد مصطفى، استاذ طب الاطفال جامعه اسكندريه. شرفت ونورت يا فندم. شكرا. يا رب تكون الناس اتنورت. بس اكيد طبعا اكيد بتوجه بالشكر للاستاذه جودي. يا رب تكون الناس اتنورت، ولو حد طبعا عنده اي اسئله ممكن يتواصل مع البرنامج ونفرد حلقه تانية لحاجه زي كده مره تانية. والله المستعان. بشكر حضرتك يا دكتور ايمان على يعني ساعه فاضله. مشاهدي الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.